السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة تخطي حساب جوجل للهاتف سامسونج جالاكسي جي 7 برايم اصدار الاندرويد 8.1 بعد اختيار اللغة وتسجيل شبكة الواي فاي. بنجهز شريحة بنحطها في الجهاز، وعن طريق جهاز تاني مفتوح هننزل التطبيق اللي احنا شايفينه قدامنا في الفيديو. رابط تحميل التطبيق هتلاقوه اسفل الفيديو. بعد تحميل وفتح التطبيق بندخل على WAB، في المستطيل اللي فوق بنكتب رقم التليفون، في المستطيل اللي تحت بنكتب www.youtube.com وبنضغط على send WAB. في التليفون المقفول بتظهر الرسالة ديت على الشاشة، بنضغط موافق بيدخلنا على اليوتيوب. على يسار الشاشة هنلاقي أيقونة الحساب بنضغط عليها، وبعدين بنختار الإعدادات بندخل على حول، وبعدين بندخل على بنود خدمة يوتيوب. بيدخلنا على المتصفح بنضغط بدء. في الرابط فوق بنكتب VNROM. بنضغط بحث، بنختار أول نتيجة بحث. من الصفحة ديت بنختار تطبيق أندرويد 5 تنزيل، فتح الملف، الإعدادات، بنفعل خيار السماح من هذا المصدر، بنرجع خطوة، بنضغط التالي، تثبيت، تم، وبعدين بننزل تطبيق FRB تنزيل، فتح الملف، تثبيت، فتح. أعلى يسار الشاشة بنلاقي 3 نقط بنضغط عليهم وبنختار تسجيل الدخول من المتصفح، موافق. بنسجل دخول لأي حساب جوجل، لو مش معك حساب تقدر تنشأ حساب جديد على أي جهاز تاني وبعدين تسجل دخول على الجهاز المقفول. بعد تسجيل الدخول بيرجعنا للصفحة ديت تاني. هنعمل إعادة تشغيل للجهاز، بعد إعادة التشغيل بنضغط بدء، التالي، بنحدد لقد قرأت كل ما ورد، بنضغط التالي. إشعار من الجهاز تم إضافة الحساب بنجاح، بنضغط التالي. بنحدد كلا شكرا وبنضغط تخطي، تخطي على أي حال، قبول. تم تخطي حساب جوجل بنجاح. يفضل بعد فتح الجهاز نعمل إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات. إعادة ضبط المصنع من داخل الإعدادات مش بتطلب مننا حساب جوجل، علشان بس الملفات اللي احنا نزلناها من على الإنترنت ما تأثرش في عمل أو أداء الجهاز. بندخل على الضبط، الإدارة العامة، إعادة الضبط، إعادة تعيين بيانات المصنع، إعادة الضبط، مسح الكل. الجهاز هيعمل إعادة تشغيل.
بعد إعادة التشغيل بنختار اللغة ونضغط بدء، بنضغط التالي، بنحدد لقاءات قراءة كل ما ورد التالي. في المرحلة ديت لو الشريحة لسه موجودة هنضطر نشيل الشريحة. نضغط موافق، نرجع خطوة وبعدين نضغط التالي تاني، التالي، نحدد كلا شكرا وبنضغط تخطي، تخطي على أي حال، قبول، تخطي، تخطي، إنهاء. تم تخطي حساب جوجل بنجاح. يا رب الفيديو يكون عجبكم. أي استفسار أي مشكلة طرق التواصل أسفل الفيديو.